ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن كن يواسي. عونا للناس دوما. على عكس الانكريمنتال، لو انت عندك الفيسبوك تدور عليه بعد 6 شهور بس انكريمنتال، ما حدش عليه قبل كده اصلا. فده الانكريمنتال. بالنسبه اللي بيميز البلو اوشن عن الديب اوشن انه شبه ما فيش منافسه في الديب اوشن، ما عادش حد منافس. على عكس الديب اوشن الناس بتنافس على السعر، على قدره الطلب، على السيرفيس واحد. حتى يعني زي مثلا عندك مايكروسوفت سعر اس ام بي سعر في شوبر سعر سيمن وورك فورس سيمن سيلز فورس سيلز فورس. وعندك في واحد فري اسمه ميكس اب في شامبو روعه، ميكس اب في عندك كلهم بيشامبو على نفس الحته اصلا، اللي كلهم في النهايه بيلعب في السعر ده الانجليزي. فده اسمه ريدوشن، لكن ريدوشن بس ما بيفضلش ده عبود. ما هو ده راجع على طول. فتح في مصر مش هيقدر يلعب. هو فتح حاجة تحتها بس بتلعب ازاي؟ ما هي الفكرة دي كان معانا يقول لك ان البلد كده ان انت خلاص ده بسبب مش في كتب مواعيد حاجات معينه بتشوف عنه مميزات. يعني هو اول مواعيد مثلا دخل اتصالات هنا في السعوديه ونظام، وبعدين ساعه جاب برج المملكه عمل ايه؟ دناه واجره وطلع في باندا، ومجموعه هيبه باندا دلوقتي عمل ايه؟ كانت الاول ملكه، وبعدين فتح شيرنج 49% للناس، وبعدين سبعه. يعني فهو بيعمل بياخد الكريم او الزبده بتاعتها في بدايتها، ده الاتصالات هو ده الجديد الانوفيشن بتاعه، ياخده بعدين يسيبه للي بعده يروح على حاجه ثانيه، او كان بيروح لشركات يطورها وياخد ريعها بعد ما تكسب، يعني يشتريها رخيصه وبعدين تتطور يبقى سعر بقى لها سعر يروح بيعها بسرعه. هو كان بياخد الكريم زي ما حضرتك بتقول الكريم بتاع فده فكره برضه. يعني ان هو قبل ما يبقى في الريد هو طلع من الريد للبلو، قبل ما عشان الاسود، واول واحد بايع في الدار الاسود في السعوديه 2007 باع من كل اللي عنده بقى، وبعد الناس بقت تعمل الله يوسع عليك. لا هيكسبوا كام؟ هو خد خلاص خلاص. نعم. بقول لك الاسهم سجلت عليه 2007 السهم من 100 ريال بتاع الراكب وصل ل 2000 ريال. حاجة مش طبيعي. هو بيع كل النهارده. خرج من السوق. نفس اللي حصل في 2005. هو باعها لما كان في 2000. ده لما يبقى انت معاك 20 مليون، ثاني يوم تلاقيهم 100,000. طيب وصلنا حتى اللي هي بتعمل معين. بالنسبه للمواد او بالنسبه للي بيصنعوا مع بعض في السوق علشان تشوف هي نفسها ما فيش اي مشكله.
بتعمل انت يعني شفت الريسك مانجمنت كده لما بتعمل حاجات اقتصاديه كده رايحين زي مش رايحين زي اكسس عشان يعني يا باشا فايده اذا في اي مانع انت او مين على البيانات الاقتصاديه عندي السؤال اتفضل احنا خلصنا هي في النهاية بترسم يعني دايجرام بالشكل ده عن اسم الاسم بس كان بريزنت اورجانيزيشن ما فيش اي اتجاه بتاع الاستراتيجيك طبعا احنا عندنا سلايدز اشيرة كنت عايز اتكلم فيها عن الموضوع اللي هو وعامل واخده المشروع بدايته من بدايه البيزنس كيس والبيزنس كيس. طب حضرتك على فكره
كده بص بلاش معلش اسمسلي امس حاجات ايه سويسرا الرابعه نزلت في سويسرا بس انا في العقل كله اهو انا في مصر موجوده من زمان فور ليفلز انا مش عايز اسمع واحد داخل مثلا ابو نصر فايف لا مش هسمع كده ليفل ايه دي شركه ليفل بي دي مثلا ديبارتمنت في شركه ليفل سي يدير بس بلغه اللي هو ليفل دي ده يدخل جديد خالص رقم امتحانات زي البي ام بي بالظبط وامتحانه ايه ورابع انا بستغرب ليه الكلام ده مش انا قريت مره واحد من الشباب هنا قلت خلاص بقيت خير في حجوم جاب كلمه جدا قلت له ايه دي باللغه البرتغالي جنب باللغه ايه الانجليزي حاجه كده يعني فزعلت صراحه حد متخصص ما اعرفش ايه صراحه يعني في الكورس ما عنديش انا موجوده انترناشونال اي بي ام دوت سي اتش انا مش بعمل دعايه يعني مش بيزنس بس يعني اكتر شهاده اللي كان زمان في 99 و 2000 كنا بنعمل التريننج بتاع من 120 ل 140 ساعة النولج اريز بتاعتها 39 فور كومبيتنسز انا مستغرب ازاي الكلام ده مش طيب هو انا معلش هو المفروض ان هو كان عن الوزن حضرتك كل الكلام اللي فات ده كله على فكره انت عندك ثلاث حاجات اساسيه الاي بي البريستو والكي ام بي ده كله مع احترامي يعني دي الشهادات دي الشهادات اللي هي المهنيه يعني نتكلم عن شهادات مهنيه انما الاي بي بتبقى شهاده تاخدها يعني جانب الكلام ده بيكون اولا كله امريكاني اه 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 وما ينفعوش يمسحوا جزمة اليابان يعني اليابان شركة بشكل السيك سيما لا تقل عن 80% من الشركات بالليتست سيستم بتاعت بالليتست سيك سيما في أمريكا يزيدوا عن 7-8% عشان مش بس ليتست يعني هم الامريكان حاطين نفسهم في موقف ان هم يعني احنا بقى ايه اللي هم اللي معاهم الزلم دايما اللي معاه الميكروفون اللي مع الكاميرا هو ده اللي بيحكم اي حاجه. تليفون الكاميرا والصحافه. الامريكان عاملين كده بس احنا بنجري وراهم مش مفتحين عينينا ولا مفتحين افاقنا ولا بنقيس الدنيا مش يسال. فلازم اقول له حتى بريسكو انا راجل اقوى من لكن عشان بريتش مش امريكا فنيت مش هو مش عايش ما اصلا بس انت فيك انت فاهم ده من ده في حاجات مرتبطه بالمعايير الدوليه يعني انت هنا في السعوديه راح انت امريكا حتى تاخد شهاده امريكا عشان تشتغل هنا لو انت في ماليزيا او في شهاده عشان تشتغل هنا مش كده بتتعلم عشان ما تبقاش دماغك ما اقصد ان الذكاء ان انت انفستمنت في حاجه امريكا ما هو ده برضه ده لما تيجي الحدود ونستعرض حدين لما انا اخد شركه بي ام بي اعتقد ان انا بقيت بروجكت مانجر يبقى انا حكمت على نفسي بالضمان. حكمت على مستقبلي المهني بالضمان. انا قلت لك انا بقيت بروجكت مانجر خلاص. نكمل بس على كذا مش هكمل على كذا. بس انا ما بقيتش كتير بس انا اللي عليك. جميل انا ما يهمكش بقى. اه واعتقد ان هو ما شاء الله ان هو مدير مكتب والليدر شيب وماشي فاحنا ممكن نتابع كده سيشنز وجلسات اكتر لسه والله المواضيع اللي تشوف المعاد الثاني رائع صدق تاني يعني هو يعني السطر الثاني اللي جاي يا جماعه هو السطر الجاي مش السطر الثاني اه ايه اسم Gracias.
ممكن تتوقع على الواقع ان هو ما اشتغلش شركه اوبريشن مثلا زي ما يوسف او غيره ما شافش كنت شغال ولا شافش مع هو اصلا عنده درس في السوق بتاعته ما درسش المجال بشكل بروفيشنال هيبتدي يفكر الواقع يحصل معاه مش المقترح انه انا وجهه نظري لو اخذ مجموعه من السيشنز هو في لينك هيتعمل ان شاء الله للكونفرميشن
استاذ البشمهندس البرزنتيشن النهارده ان شاء الله، وهنشوف بعد كده هنمشي سيشنز ولا نشوف كورسز ايام معينه في الاستراتيجي مانجمنت والليدر شيب، اللي هي الجاب سكيلز اللي ممكن كل واحد لو كملها هتديله اد وان، ونبتدي ناخد كده في الفورمز ونشوف الاراء والافكار ونحدد النكست ان شاء الله. كل جزء كده في السلايدز اللي وراها الموضوع